المركزي. هذه الثورة لأجل أن يحيا أطفالكم بسلام وأمان. يا إخواننا في الأمن المركزي، كم مرة قتل زميلك ثم ها هي أسرته اليوم لا تجد من يعيلها، بينما هم يتمتعون بثروات البلاد. يا أخي الجندي في الأمن المركزي، أين هم القادات الذين يدفعون بكم لقتل الشعب ثم هم يتمتعون بالحصانات الدولية ويبحثون عن السكن في العالم؟ معهم نقول